اليومين اللي فاتوا كان في كلام كتير جدا عن باتريس كارتيرون والعروض المقدمه لباتريس كارتيرون الفتره اللي فاتت. خلونا ناخد طيب استاذ حازم فتوح وكيل اللاعبين وكيل ايضا باتريس كارتيرون. يعني صباح الفل على حضرتك، مشرفنا ومنورنا. صباح الخير على حضرتك، اهلا بيك. صباح الخير على حضرتك، ويعني اكيد في البدايه حابين نعرف تعليقك ومدى بقى صحه اي اخبار يعني بيتم تداولها في الساعات اللي فاتت تخص مستر باتريس كارتيرون. في الحقيقه الاخبار اللي بتتداول هي مش في الساعات، قال لنا 17 يوم بالظبط والاشاعات متداوله، وبس زادت بعد سفر مستر باتريس في اجازته اللي هو يعني متعود يقضيها كل فتره في دبي. واللي ساب الاجازه اللي بيقضيها في دبي ان هو عن شاري، يعني احدى يعني ليه شغل او شغل خاص او بعض ممتلكات هناك بيروح يشرف عليها ويتابعها. فطبيعي انه لما بيجي فتره تكون فيها اجازه بيروح بيسافر دبي. فللاسف بعض المواقع يعني ما بقولش كلها بدات تستغل الامور دي تروج الاشاعات، والهدف منها بس يعني هي عمل قلق للناس وجماهير الزمالك وادم استقرار النادي لاكثر. لكن انا بحب اكد لحضرتك وللمتابعين ان مستر باتريس ما تلقاش اصلا عروض في الفتره اللي فاتت، والراجل مستمر وناوي انه يكمل مع نادي الزمالك. طب استاذ حازم، عقد خليني اسالك برضو سؤال، هل عقد كارتيرون اتفعل مع نادي الزمالك ولا لسه؟ اتفعل من بدايه الموسم ده حضرتك، العقد الجديد ومدته 3 سنين والشرط الجزائي اصلا برضو تم متعاقد. طب انت شايف من وجهه نظرك، انت راجل بتتكلم مع كارتيرون اكيد وشايف اللي حاصل، يعني من وجهه نظرك ليه الاخبار دي متداوله بشكل كبير جدا؟ انت بتتكلم في اسبوعين فاتوا، يعني يعتبر من بدايه الدوري او من الاسبوع الاول في الدوري، يعني شايف الاخبار الكتير قوي اللي طالعه دي مش هقول لك مدى صحتها لان حضرتك بتنفي ده ان هو مش موجود اي عروض، ولكن السبب في ان كل الاخبار دي تطلع بالشكل ده؟ والله حضرتك انا الاخبار السبب الرئيسي ليها يعني هو في مثلا قول 2 أو 3 انا عارفهم اسمه دي اهداف، يعني يوسفني اقول لك ان تصفيح حسابات شخصيه لا اكثر ولا اقل سواء معايا او مع المدرب. ودي حاجه يعني انا بعتبرها عدم معنيه. انا بحترم طبعا الصحافه والاعلام والعاملين فيهم وليهم كل احترام وتقدير، بس بقول بعضهم بيتعامل او بيصفي حساباته يعني بعدم معنيه وما بيلتزمش بضميره في اي كلمه بيقولها. انت عارف ان الانسان بكل قلم ده يعني امانه، وحضرتك لما تكون في منصه اعلاميه فدي امانه عليك لازم يا اما تقول خبر انت عندك ما يؤكده او شيء يشير ليه، او ما تستغلش المكان اللي انت فيه بانك تصفي حسابات شخصيه، لان في جماهير يا فندم انت عارف بتتابع وبتثق في كلام الاعلامي او الصحفي ده، وممكن يعني في انت عارف في ناس من يعني ساعات الدوري لما الزمالك خد الدوري في احد المشجعين لما شافش كمالها في الاوتوبيس بالدرع توفى، وفي واحد بعد ماتش الاهلي برضه توفى. ففي الاخبار دي ممكن تضر الناس، فاحنا لازم يكون في عندنا مهنيه، لازم يكون في ضمير وفي يعني نحترم الامانه اللي احنا فيها على اساس ما يعني بتيجي جماهير بتتضايق. لكن انا اؤكد لك ان كل الامر لا يعدو اكثر من حسابات شخصيه بتتصفى بس. طيب استاذ حازم، الوقت المناسب هنقولها بالاسم يعني. تمام. خليني برضو أسألك على نقطة، كان في عدد كبير من المحللين حتى بيذكروها، ولكن مؤخرا سمعنا أن هي حتى مستر باتريس كارتيرون بيسعى لتحقيقها. هل هو فعلا هيكون عايز بعض المساعدين المصريين في الفترة اللي جاية يكونوا معاه بيعاونوه مع الجهاز الفني لنادي الزمالك؟ حضرتك الموضوع ده محل دراسة ونقاش بينه وبين الكابتن حسين لبيب، وهم في اجتماعات مستمرة على اساس يوصلوا للقرار المناسب اللي يخدم النادي. ايه المعايير طيب؟ طبعا لحضرتك المعايير دي المدرب اللي بيحددها وبيتناقش مع كابتن حسين لبيب اكيد معاييرها. طب هل كارتيرون رافض ده يا استاذ حازم ولا لا؟ يعني عارفين ان قبل كده كارتيرون كان رافض فكره ان يكون موجود مدرب عام او مساعد، هل رافض الفكره في التوقيت ده ولا الدنيا احسن شويه؟ يعني عنده قبول بمجلس الاداره او اللي طالما هيبقى موجود مدير كوره مثلا ولا لا؟ انا هوجه يعني هجاوب على السؤال حضرتك بس بشكل ثاني. بالنسبه تاخير، انا عايز اوضح ان تاخير اتخاذ القرار مش معناه ان في خلاف او في رفض. يعني هو يمكن هو قبل كده قال ان هو مش عايز حد في جهازه، وده تصريحات لكارتيرون مش انا اللي بقولها. تصريحات ان مش عايز حد في جهازه، كان في لقاء قبل كده وقال ان انا مش محتاج دلوقتي مدرب مساعد او مدير كوره معايا دلوقتي في التوقيت ده، الكلام ده كان من فتره. هل دلوقتي هو الراجل شايف انه محتاج ده ولا لا؟ حضرتك الكلام ده انا لسه بس كارتيرون، انا باكد لك انه ما صرحش بحاجه زي كده. اذا وهو لما ياخد قرار زي ده هيبلغ بيه الاداره، يعني هو مش هيطلع تصريحات خاصه بالفريق قبل ما القرار تعلنها الاداره تعلن قرارها. فده انا ما اشوفش صحه التصريح صراحه. تمام.
تمام، بس احنا نتكلم دلوقتي ان في الساعات الاخيره اللي فاتت كارتيرون بيتكلم مع اللجنه المكلفه باداره مجلس اداره نادي الزمالك ان هو هيكون محتاج مساعدين، هو اللي طالب ده ولا اللجنه هي اللي طلبت ده منه؟ حضرتك هو مش هيختلف، هو اللي طالب او اللجنه، المهم في الاخر يطلع قرار يتفق عليه جميع الاطراف. ايه معايير طيب المدرب ده؟ ما دي امور داخليه حضرتك يا فندم، انا ما اقدرش افصح عنها لان دي خاصه بالنادي وخاصه بالاداره، وانا ماليش صلاحيه ان انا اتكلم في حاجه زي كده. طيب تمام. طيب استاذ حازم، بعيدا يعني انا عارف ان الموضوع حساس شويه ان حضرتك تقول اسامي، ولكن في يمكن اكتر من اسم محطوط، ولكن خلينا نتخطى الجزئيه دي واروح ليوسف اوباما. يوسف اوباما واحد من اللعيبه داخل نادي الزمالك، ويمكن في عروض خليجيه في الفتره دي ليوسف اوباما، صح ده؟ وهل يوسف اوباما ممكن يكون بيرحل عن نادي الزمالك في يناير ولا لا؟ غير صحيح يعني بالنسبه للوضع الحالي بالتحديد، كمان نادي الزمالك موقوف من القيد لفترتين زي ما احنا عارفين، فيعني لسه ما فكرش خالص بحاجه زي كده، بالعكس هو قفل الباب ده تماما دلوقتي تقديرا لظروف النادي وظروف الفريق، ولا يمكن ان هو يتخلى عن فريقه اللي هو يعني نشأ فيه وبدأ فيه من صغره في ظروف زي كده، بالعكس هو مكمل ومستمر مع النادي، وان شاء الله يحققوا بطولات في الفتره الجايه باذن الله سبحانه وتعالى. احنا بنصبح عليكم، بنشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله كده دايما نكون بنتابع كل الاخبار الخاصه بكل اللاعبين، وكمان باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك من خلال حضرتك الاستاذ حازم فتوح وكيل اللاعبين وكمان وكيل المدير الفني لنادي الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون.